اللعبة دي اسمها سنايبر اليت 5، ومهمة السنايبر في اللعبة دي جامدة جدا، غير ان اللعبة كمان فيها ان انت ممكن تخلص الكامبين مع واحد صاحبك، غير ان انت كمان ممكن حد يخش عليك الكامبين يحاول ان هو يبوظها لك. فده اللي انتوا هتشوفوه في الفيديو بتاع النهاردة. انا كنت داخل ان انا اجرب الكامبين اشوف المشانات بتاعتها عاملة ازاي واحاول اخلصها ستيلز، غير ان انا كمان عملتها على اعلى صعوبة، وكمان كنت فاتح ان في اي حد ممكن يدخل عليا الكامبين يبوظها. فرعوا الفيديو يعني، يا ريت لايك الفيديو ده وسبسكرايب، وخليني اوريكم ايه اللي حصل معايا بالظبط. السنايبر فيها مختلف. ايوه الواد اتفرتك، الواد اتفرتك. في واحد هنا اهو. ايه يا برو، ايه الاخبار، عامل ايه؟ بهدلته انا مرض. الله ايه كل ده؟ انا بيست حبيبي يا اسطى، ربنا يبارك لك. احنا اصلا جامدين، انت بتتكلم في ايه؟ alright see you on the other side Sullivan. اشوفك على الشط بقى يا زميلي. جامد. كان في مود كده انت ممكن يدخل حد معاك المفروض ان هو يلعب بألمان وتلعبوا ضد بعض، هو يدور عليك اذا عرف يوصل لك يخلص عليك. بس المشكله ان هو اوقات انا حاولت ان انا ادخل كألماني وحاول ان انا اجيب الواد، بس المشكله ان هو الناس بتروح عامله ليف في وسط الميشن. في حد بيكلمه؟ تعال يا برو. ايه الاخبار، عامل ايه؟ يلا بينا. يا سلام، ولا تقلق يا ريس. ارميه ميسيرشو لو في اي حاجه. واحد واقف على البتاعه دي. ليتس جو. انهار ابيض. واد بادن. رب. ما هذا الهدوء؟ عجبني الجو. في حد قدامنا؟ قريب. ايوه خليك زي ما انت. بقول لك ايه، جو كوماندوز قوي. حبيبي يا استاذ ربنا يبارك لك. بيقول لي ان الضباط اوقات بيبقى معاهم حاجات مهمه، فغالبا احنا جبنا المفتاح بتاع المنطقه دي. افتح الباب. جميل جدا. military papers should have a look see what's going on here. عملنا اول اوبجكتيف. عربيه. في كم واحد؟ اوكي في اتنين. got to secure my contact. Can't just leave them to die if they've been captured. واحد هناك على شمالي والشخص ده. عايز اجرب بردك البيستول، عارف انت؟ ليتس جو. خلينا نشيله بالمرة، لأن أنا بصراحة ما اضمنش إن في حد ممكن يجي ورايا. عرفت فجأة المهمة تتفضح. جو كوماندوز أوي، العربية اللي كانت في كوماندوز يعني. أوكي ارميه هنا. أوكي. في تلاتة. That'll be where they're holding the resistance. Got to get past these Nazis and get inside. هل ينفع اصفر له؟ ينفع اصفر له تقريبا، بس مش عارف. ist da jemand?
بقى بيبص على ايه السسبنس ده؟ زميل واقف عند البتاع دي. طب اوكي 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 مد ظهره اصلا كده كده. التاني مش حاسس باللي حاصل، عارف انت؟ انا ابيض. كلبه لا مش عايز انا اللي يخرب بيتك، ولا مش عايز انا السلاح ده. معاهم حاجه مهمه اصلا قيمه، وقال لي قال لي ركز بس مع الضباط، الضباط هو اللي بيبقى معاهم حاجه. ليتس جو تشارلي. Thanks. I just needed a distraction. هي كانت عايزة تقتل الراجل بس عايزة حاجة تلهيها، يعني عارف انت؟ You're the desert ghost. لا ايوه انا دول ايوه شبح الصحراء، انا شبح الصحراء. مهمتنا دلوقتي ان احنا هنساعد حد. Target's nearly in sight. في حد هنساعده تقريبا، في حد هنحاول. Can hear voices through those walls. Should focus. Wir haben uns ja nicht mit Mistgabeln angelegt. حد جوه. طيب في حد المفروض يعني هنساعد البنت اللي كانت معانا دي، اللي هو قال لها انت اصلا مش في وقت خالص ان انت تعملي اي حاجه. في دماغه في دماغه ده ايه place to check my weapons before hitting the field. Stock up on supplies as well. اوكي ده مثلا تبقى زي نقطه. ايوه ايوه ممكن اظبط الاسلحه بتاعتي. ليتس جو. ده مكان ممكن ان انا اظبط فيه الاسلحة قبل ما انا اتحرك للنقطة اللي بعد كده. ايوه هي دي المهمة. Achtung! Alle Geschütze auf Zielraster H9! Reichweite 380! هيضربوا عليا المدفع ولا ايه؟ تقريبا انا هجيب التاور ده او المكان اللي هو فيه البانكر ده. Nazi bastards. ده المزيكا دي يا ريس. That radar tower is still operational. Objective. Back to the track. Destroy the pillar. احنا تقريبا هنعمل الرادار وتقريبا هنفجر المكان اللي فيه البتاع اللي بيفجروا فيه الناس دي اللي بيضربوا بيه صواريخ. بس في عندنا دلوقتي في مهمه، عندنا الاخوه دول وفي واحد واقف هناك اهو. برو اوكي هم مش هيتحركوا طيب ولا هيعملوا اي حاجه؟ اوكي العربيه طلعت. شافني؟ شافني صح؟ شافني برو. What are you doing؟ لابس هيلمت لابس هيلمت لابس هيلمت لابس هيلمت. جاي؟ اه جاي. Ist da jemand؟ ايه اللي حصل؟ الواد جاي الواد جاي يخرب بيتك ولا الواد جاي. ايه ده ايه ده؟ حبيبي يا اسطى ربنا يبارك لك، تسلم يا رجوله. زي ما انت زي ما انت. هو سمعني بس ما نبهش زمايله. فليتس جو. هل ينفع نجري؟ اه ينفع نجري ينفع نجري. اتليه هنا وي. لازم اخد بالي من مساله الهلمت. اللي معاه هيلمت دوت ما بيوقعش بسرعه، وانا كنت ضربه بالبيستول. برو
تعال هنا وانا اقول لك. ايوه تعالى. ايوه تعالى تعالى. انا عايز اعرف لما يقرب خالص ايه اللي هيحصل. اوكي. رب تعالى 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 وانا اقول لك بس هفهمك بس اقول لك على حاجه. ايوه ممكن اتكشف رب بحد هنا. ايوه ده بس معرفش ده لوحده ولا ايه بالظبط. كلمة لوحده. الله عليك برنس برنس الاحساس والناس. اهم حاجه ان احنا ما نسيبش حد ورانا. اوبجكتيف ابديتد. اوكي انا تقريبا هفجر حاجه وانا خدت دلوقتي القنابل اللي هي بتاعت اللي بتتلزق دي. تقريبا انا هفجر الرادار. تقريبا ده المبنى بتاع الرادار والله اعلم. بس ايه كل الرادار واحد هناك اهو. في زميله هنا شافني. ما تقولش انت شفتني. متحركش. اه تصدق فعلا شافني. لا ما شافنيش. ماشي هو الكراوتش هو هيخلينا نبقى مخفيين شويه. هننفع نجيب الراجل الطيب ده. اوكي خلينا نخبيهم عشان محدش يعرف ان احنا كنا هنا. ازيك عامل ايه؟ هي اهم حاجه ان محدش يسيرش المنطقه دي. لو حد سيرش المنطقه عمل سيرش المنطقه دي شكرا. اوكي ترمي هنا. حبيبي يا اسطى ربنا يبارك لك برو. Trench networks connected to the radar control bunker. That's one way in. I wonder what they were carrying. الراجل ده كان معاه مفتاح. افتح الباب. اعتقد عينينا. اوكي في عسكري. Maybe if I can find the generators, I can disable the radar. لو لقينا الجنريتور ممكن نعمل ديسيبل للرادار. في حد يميني هنا. I need a tool to get into the generator. Maybe I can find a crowbar nearby. Crowbar nearby. عايزين حاجه عشان نعمل الجنريتور ده. الهيد شوت عارف انت تبقى انت عامل ايه مع الهيد شوت فجاه تلاقي حاجه ثانيه خالص مالهاش علاقه باللي انت عايزه. ازيك عامل ايه؟ معكش كروبار نيرباي يا ريس؟ ها؟ كروبار نيرباي. This is what I need for sabotaging Nazi installations. لحد دلوقتي احنا عاملين بروجريس جامد جدا. برو وات ار يو دوينج هير؟ انا بس بشوف لو في حد تاني موجود في المنطقه عشان لما اجي اعمل سابوتاج ما يتسحليش. زي ما انت يا رجاله ايه اللي بيحصل عندكم هنا؟ هات الكروبر. Generator's overloaded. Gotta find a breaker switch so I can fry the whole system. Breaker switch؟ واحد فوق هنا على بتاع هو وسائل اللايت مش عليه بس. هتفضح. زي كده هيشوفنا ومش باصص ناحيتي. فات شافني على يميني. I'd better go somewhere else. عملتها؟ Breakers overloaded, generators destroyed. The radar is just an expensive hunk of scrap metal. ريب انا فلت الالارم. اوه! لا بيستو! ما تقدرش نفشل!
انا ابيض. جاي تاني يا اخوانا ما بيظهروا مره واحده ليه؟ ماشي انا عملت الرادار. ليتس جو. هو تقريبا كان في طريقه ان انا ممكن يعني حاجتين، يا اما افجره يا اما اعمل الكهرباء. في بلاير معانا دخل، حد دخل معانا ضدي هيدور عليا دلوقتي وهيحاول ان هو يجيبني. رب عندنا حاجتين، في ثلاث حاجات المفروض نفجرهم، غير ان احنا في بلاير دخل علينا. بلاير بقى مش اي اي، لا بلاير جاي يحاول ان هو يمنعنا ان احنا. انت ممكن تعمل كده في المود دوت، انت ممكن حد تبقى انت بتعمل الكامبين حد يخش عليك، فممكن يكون هو واقف في اي حته دلوقتي. بص هتلاقي حتى مكتوب على الشمال فوق اكسس انفيجن. That must be the gun that took out the submarine. That thing can land shells in Dover. ايه ده؟ I've got to destroy it. Target down. They didn't want it. Let's go. جبت الانفيدر. هيا برو، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ ها في بيت، ها في حد هنا؟ ايه يا عم ده؟ شكلها مفجر المدفع ده. بس قبل ما نفجر المدفع ده كان لنا نترابات. عجباني قوي موضوع الترابات دي، انبسطت بصراحة، انا عمال اتعلم حاجات هنا في ال... وبعدين اوكي الواد يا عيني اللي قتلناه اللي عمل لنا انفيجن اتقتل مشي. عارف انت اللي هو ما قدرش ما استحملش. ادي مدفع من ضمن المدافع. رو تعال تعال تعال، عايزك في حوار. ايوه تعال 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 بس تعال. عندي اوفر ليك جامد جدا. زي ما انت انزل بقى، انزل بقى. ايوه زير بيو قدامنا. The battery's generator. Taking it out should be a quieter way of silencing the gun. This is feeding shells through to the gun battery. Putting an explosive in here will do some damage. Everything's in position. Next time this gun fires, it'll tear itself apart. حطينا ترابات، البتاع ده هينفجر اول ما انا اخرج من البتاع. طب اوكي. ينفع اخش من هنا؟ ينفع اطلع من هنا اصلا؟ يا رجاله ايه اللي بيحصل عندكم؟ الله عليك. نايس. ينفع اعمل له فينش وهو في وشه؟ كويس حلو ده. المدفع او القذيفه هيجي يضربها اللي انا حاططها له هيريح. ليتس جو. في حد هنا؟ ولا اوعى تموف يا. في واحد على السلم هنا. اخبارك ايه؟ يلا بينا. رجلك جميل قوي.
فضحنا ولا ما فضحناش؟ اوكي سكيب ذا اريا، خلينا نخرج من المكان دوت. احنا عملنا دلوقتي مدفع ماشي. المهم دلوقتي ان احنا عايزين نعرف اماكن المقاومه فين. في بيت مفتوح هنا، كتير في حد جوه، غالبا في حد جوه. يا عم يخرب بيت ال، في حد عمل انفيد للبتاع تاني، ما هي ناقصه. في حد معانا في السيرفر؟ This will come in very useful. المنطقة مليانة ضحك. Luke and Gerard. Brave guys. هو لما هما يموتوني لما هو اللي يموتني. هو ده هو. ثانية اوكي انا بموت يا معتز. الواد طالع، الواد طالع. قتلنا الواد. قتلنا الانفيدر. انا عربي قد الكولينول دوت معهوش حاجة. هي المشي اللي عمالة بتفتح لي، انا كل دوت بحاول اخلص ميشن واحدة. انا خلصت على المدينة. بس كده لا تعمل الارم في المدينه ولا تعمل، ما تعمليش الارم في المدينه. فين بقى الضحك كده؟ اهي المدينه دي، المكان اللي فيه الثوره. مدحت اوكي. في عسكري واقف هنا. خش جوه بقى، خش جوه. ربنا يبارك لك. احنا ايه اصلا؟ فين احنا اصلا؟ عند المركز بتاع المقاومه. نهار ابيض. خش يا اختي عليها، ويا اختي عليها. ما جت رجليها. معاك اي حاجه حلوه؟ Guess I grabbed everything useful. Everything is useful. حلوة يوسف دي. في الرجل الطيب. لا انهار ابيض. هاي ايه الاخبار؟ Resistance documents have got to be in here. Charlie said the safe is under the floorboards. فلور بورد؟ بتقولي resistance document اهي. The safe's under the floorboards just like Charlie said. Now to find Marcel and the key. عايزين نلاقي مارسيل والكي. اوكي الدوكمنت بتاعت المقاومه هنا تحت البتاعه دي، بس انا دلوقتي عايز الاقي واحده مارسيل ديت والمفتاح. مارسيل ويرز مارسيل؟ مارسيل ماتت او ما ماتتش؟ عجبني قوي ان انا ممكن افنش، حتى لو فنش حتى لو انا شايفه عادي. اوكي بس ربنا يبارك لك. Climbing those vines could get me into the attic. I'd better hurry. Don't know how long Marcel's got.
طيب اوكي سمعش. هو كويس انه وضح لي بصراحه. المفروض ان اروح هنا. انا ممكن اطلع من هنا. اوكي. هو اللي هي موجوده اصلا في الاتيك. الاتيك ده اللي هو الحته اللي فوق. ايوه ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. غالبا مرسيل هنا. لو لقيت مرسيل شكرا كده جي جي انتهى الموضوع. يلا بقى حبيبي يا استرايت. مارسيل ماتت. You still got the key to that safe. يعني لو معاك المفتاح ربنا يبارك لك، انت مش مهم، انت ريحتي شكرا. تي ان تي. لا مش عايز ابدل السلاح بتاعي. ميديك. Marcel was storing resistance equipment in his attic. This would be a good time to rearm. والله يا حاج ربنا يبارك لك، والله حاجه جميله جدا. لا ما تضربش بقى، ما تضربش بقى دلوقتي. استنى بس، مش هل ينفع؟ اوكي هل ينفع بقى؟ فين بقى المازل؟ هي بقى دي اللي كنت عايز اعملها اصلا، اللي انا ممكن اعمل المازل بتاعتي. بص السبريسور فين؟ السبريسور بعيد قوي. نيو جير دروب. اوكي فين البتاع؟ سيف جست لايك تشارلي سيد. سايلين يا عم انت. اوكي خلصنا البتاع. Still here. Nazis never found it. Good job, Marcel. وصل البتاعة دي تقريبا لحد تاني. اللعبة سهلة، اللعبة اللي انت لو قعدت معاها. لا يعني وموضوع ان احنا عملناها على اعلى صعوبة دي جامدة جدا، تمام؟ على قد ما انا تعبت شوية بس قشطة. بس فالحقيقة ان احنا ممكن نبقى نعملها في ستريم، يعني قول لي دوت كده كده احنا بنعمل ستريمات على اليوتيوب يعني. نقعد بقى عارف انت ونقعد نخطط مع نفسينا. بس فلو عجبك الفيديو يعني يا ريت لايك الفيديو وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.